يرجع لي فيها فيها يعني. طبعا تبقى انت مرجعية بالنسبة لها. طبعا. شادي خد منك الفن؟ والله شادي طلع حساس بطبعه، هو اول ما هو اللي طلب يدخل معهد السينما وطلب ان انا ما ساعدوش. ايه قيمتك كمخرج ومتأثر بمين ومستقبله ايه؟ متأثر بالأعمال، بأعمال كتير قوي. أنا مش حاسس إن شادي متأثر بحد بعينه يعني. يعني شخصيته واضحة؟ أنا يعني المسلسل اللي هو بتاع الخواجة عبد القادر ده، تمام أنا أول مرة أشوف لأخويا عمل هو الدايركتور، يعني هو بتاعه كاملا. المخرج من تمام. أوله، وفهمت طبعا إن ليه سنس بتاعه، هو أوريجينال يعني، مش مقتبس من أي حد. طب ليه طارق ما عاش نفس التجربة؟ طارق مثل معايا وهو صغير، ويبدو ان احنا خوفناه من التمثيل، لانه طارق كان طفل. اولا نجح قوي في التجربه بتاعت فيلم محاكمه علي بابا، وبعدين فوجئت انا ومامته ان هو ايه، الناس بتطلب انه تتصور معاه فيقف كده وبتاع، فانا خفت عليه لانه في السن الصغير ده مش هيفهم يعني ايه شهره. فقلت لا لازم يكمل، وفهمته قلت له لازم تكمل تعليمك تماما وبعدين تختار بعد كده. تدرست ايه يا يحيى؟ كمبيوتر ساينس. برمجيات. ليه مشيت في السكه دي وما مشيتش في نفس سكه شادي؟ والله هو انا حاببها من ايام الثانويه العامه، يعني من بدايه الكمبيوتر، من بدايه ما بدات اشوف الكمبيوتر عند اصحابي، من بدايه التكنولوجيا في مصر. وحابب حابب الموضوع ده، فدخلت فيها فحبيته. لكن ما كانش عندك ابدا اي نوايا فنيه؟ بلعب درامز بس هوايه يعني. يعني بس فرقة كتمثيل مثلاً؟ لا، يعني بلعب مع اصحابي. كل عمل بنفسك باختيارك؟ طبعا بتوزنه؟ لأ، ما ينفعش يعني. انا كنت استغرب قوي ان حد يبقى عنده مدير اعمال يختار له. انت لا تؤمن بهذا الشيء؟ لا خالص، لان ده احساسي التلقائي. واثبت ان ايه يعني، ما اخترته في مره في حياتي، اخترت فيلم هو صاحب فضل عليا ان انا عملته، عشان اعرف ان ما ينفعش اسلم دماغي لاي حد مهما كان هو اقدر مني على المعرفه. دماغي هي اللي لازم تقول انا اعمل ده ولا لا. وفي العكس يعني، الملك لير نعم مثلا، تسع سنين مثلا بيتعرض متواصل، شيء خطير. كل الناس قالوا لي ايه الهبل والجنان ده، حد يعمل الملك لير شكسبير؟ لما قريت ما كتب عن الملك لير ان هو لم ينجح، دايما لما بيتعرض ما كانش ينجح، لدرجه ان هم غيروا نهاياته، ومع ذلك انا حسيت ان انا عايز اعمل ده ونجح. انا بتذكر ليك بعض افكار توقفت كتير عندها قوي، لما بتقول ان الممثل باستمرار يبقى وليد بلده. طبعا ده مهم قوي. لان هو اكتر بلاد العالم اللي بتقدم الممثل مين؟ الانجلترا. انجلترا طبعا. هل ده عشان خاطر المرجعيه في العمق؟ طبعًا. شكسبير، من شكسبير وغيره شكسبير. من اول هو شكسبير كان ممثل. تمام. اصلا هل في العالم، في العالم العربي مصر؟ مصر 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 الممثل منها، منها 100%. هل الاصوات اللي بنسمعها ممكن تبقى ليست على المستوى، ممكن في الزمانات رسم البياني يرتفع بالحجم الموهبه؟ ده اللي عايز اقوله. طبعا 100%. بس ايه يعني، هو يطلع وينزل، لكن في النهايه الثقافه والحضاره بتاعت البلد دي بتطلع اجيال. انت مؤمن طبعًا بهذا؟ طبعا 100%. 100% لازم هيجي ناس تقول والله ام كلثوم وفلان وفلان. ده بعدين يعني. وبرده بالنسبه لوالا عبد الحليم، ولا كل، لازم هيجي ناس افضل. شوف انت يعني طبيب وعشت العلم، وفي نفس الوقت انت فنان، يعني الطب والفن في كيان واحد. في معنى جميل قوي انا ما اعرفش، احب اعرف تفسيرك ليه، لما يتقال الفن انا والعلم نحن، ايه المقصود بيها؟ المقصود بيها انها حاجه، الفن ذاتي قوي. زي ذاتي ذاتي الفن انا يعني بتكلم على نفسي، لانه هو اللي بيحصل احساسي. ايوه احساسي. انا لكن العلم بيشترك فيه ناس كتير قوي عشان يوصلوا يعملوا الجول. يعني الله. مثلا زي الدكتور زويل مثلا، يقول لك معايا فلان وفلان وفلان. دكتور ماجد يعقوب العظيم. تمام. ده تمام. اكيد معاك رو، اكيد بيوصلوا بيه لكذا. تمام. لكن ما سمعتش ان نجيب محفوظ قال لك حد كتب معاه. لا يمكن. بس خلاص يبقى هو ده المعنى الاساسي يعني. طيب انت يعني
بتمارس الفن، هل الخيال عندك عالي؟ لازم يبقى الخيال موجود في الفن. هل بتسيطر عليه؟ طبعا، بس هو المفروض ان هو ظبطه على القد. بمعنى يعني مثلا انا كنت لسه بتفرج على حاجه كانت لميس بتشوفها هي عشان بتعمل هي كتاب عن الامريكان ما يعرفوش يكذبوا. نعم. فخدت جمله من فيلم انا عملته كان اسمه الحب في التلاجة. ده ماهر عواد هو المؤلف، وهي نعم. كتبت له عليه يعني جزء من الاداء كده، انها واخده الجمله دي منه يعني. ففوجئت ان انا كنت بمثل بشكل غريب او يتناسب مع الفيلم ده، لانه لا معقول ما فيش واحد يدخل التلاجة يحفظ لمده كذا. صحيح. فلازم تطلق لخيالك العنان بشده. فكان لازم، وانا بتفرج كده لقيتني ان واحد بيتشنق، انا بتشنق وهو مبتسم، مفيش مشكله، مفيش حد بيتشنق وهو مبتسم. صحيح. لكن هو خياله الاحساس والتاني كده. الافات في حياتك ايه دلوقتي؟ بقى حاجه مهمه جدا على فكره، وكل حاجه والحمد لله ربنا رزقني. انت فاد وقاعد معاهم في انت عندك لميس وعندك يحيى. عندي لميس ويحيى وادم الاولاني، الثاني ادم ابن طارق، الثالثه لميس بنت طارق برضو، وفي حد جاي بنت كمان ان شاء الله لشادي. جميل جدا. يحيى ده في كتير منك؟ في كتير من ابوه كمان. هو ده يحيى؟ ايوه. ده شيء جميل جدا. ازيك يا يحيى؟ اتكلم. ازيك يا يحيى؟ ازيك يا حبيبي؟ انا بقفلك اهو احتراما لطفولتك ولجمالك ولشعرك الحلو ده المسبسب. احنا كلنا بنحقد عليه عشان انا وابوه. ليه والدته سميته يحيى؟ هم سموه يحيى، انا فوجئت بس فرحت بيني وبينك. يعني ابو يحيى جميل. فيه منك ايه في سماتك النفسيه؟ هو عاطفي جدا على فكره. وفي حاجات يعني شوف، هما الاثنين شادي وطارق عاطفيين جدا. بس ده بطريقه وده بطريقه ثانيه. خالص. ده على طول يجي يحضن ويبوس وينام في حضنه. وانا امبارح ذاكرت له عربي وقال لي ميرسي قوي، انت طيب قوي يا جدو. جدو طيب قوي قوي. طيب ليه؟ عايز اعرف، ما تفهمني. عشان هو بتبص فين؟ بصي كلمني كلمني اشرح لي. عشان هو حنين. حنين. يعني انت فاهم يعني ايه حنين؟ هو